تاني برضو قولي لي ايه الموقف اللي انت عمرك ما تنسيه في الفيلم او مشهد اثر فيكي قوي؟ موقف اللي عمري ما هنساه ان انا اصلا بعمل كل ده محدش يعرف اي حاجه، لا اصحابي ولا اهلي عارفين ان انا نازله اصور ولا لابسه فستان. فالكرو كله يعني انا كان معايا 2 3، فالمونتير معايا كان عايز يروح مكان سوبر ماركت كبير، وانا قلت له لا مش هيحصل، انا نوي اني اعمل كده. فاخترت مكان متطرف وبعيد عشان افاجئ اني الاقي واحده زميلتي في الشغل اكشلي ماي باص واقفه قدامي، وهي بقى شايفاني وانا اقولها ما تفهمنيش غلط انا بمثل. فده كان موقف فظيع. ده وانتي لابسه الفستان وانا لابسه فستان الفرح، ويعني انا بشتغل مدرسه، فانا كنت امبارح في المدرسه النهارده الصبح لابسه عروسه ونازله. فكان موقف كوميدي قوي. انا كنت لسه اسالك انت دارسه ايه اصلا، موضوع الاخراج ده جالك منين، درستي ولا لا؟ لا انا كنت دارسه ادب انجلش قسم ترجمه، بس يعني كان نفسي من زمان اني ادرس سينما وكده، بس طبعا عملت ده متاخر. ابتديت ادخل ورش، بقالي كام سنه كده بحضر ورش. لغايه اخر ورشه حضرتها في اسكندريه، دي كانت ثاني دلتا، اللي كان مفروض ليا مشروع التخرج، وهو ده كان الفيلم.